الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد، أحبتي في الله، سوف نتحدث في هذا اللقاء عن العلامة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من علامات الساعة، وكل هذه العلامات تضمنها حديث واحد. فتدبروا أحبتي في الله، روى الإمام البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. أيها الإخوة في الله، سأقف معكم مع هذه العلامات وقفات يسيرة فتدبروا. أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي، فموت النبي صلى الله عليه وسلم هو علامة من علامات الساعة الصغرى التي وقعت، وكان موته صلى الله عليه وسلم في 11 للهجرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم فتح بيت المقدس، وكان ذلك في عهد عمر رضي الله عنه على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في 16 للهجرة، وهذه العلامة وقعت أحبتي في الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وهو طاعون عمواس، وقد وقع أيضا، وقد قتل فيه 25,000 من المسلمين، من بينهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ومعنى ذلك أيها الإخوة أن المال يكثر، والذي يؤيد ذلك ويقويه ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال. قال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح: وقد وقع ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز، حتى أن الرجل يخرج بالصدقة فلا يجد من يقبلها منه. وقال ابن حجر كما في الفتح أيضا: وسيقع هذا في آخر الزمان، في زمن عيسى عليه السلام. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، فما أكثر الفتن اليوم، نسأل الله السلامة. ولكن أيها الإخوة في الله، الله جل وعلا أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية،
تحت كل غاية 12,000. وبني الأصفر أيها الأحبة في الله في عصرنا هم الروم، والروم في عصرنا هم أمريكا وأوروبا. وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سيقع، لأنه بأبي وأمي وقلبي ونفسي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.